السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت اوفيس اكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نجمع البيانات الموجودة عندنا في يوزر فورم فأكتر من تكست بوكس ونخليها في تكست بوكس واحد. يعني أنا عندي هنا نموذج بيانات طالب، عندي هنا اسم الطالب، مجرد أن أنا أكتب اسم الطالب هنا هيكتب لي الاسم بالكامل على طول في التكست بوكس الموجود هنا. لو جيت كتبت اسم الوالد هنلاقيه بيزود عليه، ولو جيت كتبت اسم الجد ولقب العائلة هنلاقي بصورة تلقائية الاسم بالكامل اتجمع كلها في تكست بوكس واحد زي ما انتوا شايفين بالشكل دوت. يبقى موضوع حلقتنا النهاردة ازاي نجمع البيانات اللي موجودة عندنا في اكتر من تكست بوكس ونخليها في تكست بوكس واحد. بس قبل ما نبدأ الشرح ياريت ما تبخلش علينا بلايك للفيديو، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. اهلا بكم مرة تانية. زي ما قلنا في بداية الحلقة النهاردة هنتعلم ازاي نجمع البيانات في اكتر من تكست بوكس ونخليه في تكست بوكس واحد. بس قبل ما نعمل الكلام دوت في اليوزر فورم هنتعلمه الاول ازاي نعمله في شيت الاكسل العادي. انا عندي بيانات اهيت كل اسم في خليه لوحده، ازاي نجمع الخلايا دي كلها في خليه واحده. طيب عشان يبقى انت طلعت من الحلقه ديت عرفت ازاي تجمع البيانات في شيت الاكسل وفي اليوزر فورم. طيب عشان نجمعها في شيت الاكسل هنعمل ايه؟ هنستخدم معادله سهله جدا وبسيطه، هي معادله كونكاتينيت. طيب هنستخدمها ازاي؟ تعالى نمسح البيانات دي كده كلها. هنيجي كده على اول خلية هنقول هنا بيساوي، هنقول هنا كونكاتينيت. مجرد ان انا بس اكتب اول ثلاث حروف منها هي بتظهر، هنلاقيها هنا اهيت كونكاتينيت، هنضغط عليها دبل كليك. طيب اول حاجة بيطلبها مني التكست الاولاني، هنعلم هنا على اول خلية اسم الطالب، بعد كده هعمل فاصلة منقوطة، بعد كده اروح اعمل الاسم التاني، بعد كده فاصلة منقوطة، الاسم الثالث فاصلة منقوطة، الاسم الرابع، بعد كده اقفل القوس وادوس انتر. الاسم هيطلع زي ما انتوا شايفين كده، بس مشكلتها ان ايه؟ مفيش مسافة بين الاسم والتاني. طيب ازاي نعمل المسافات ديت؟ هنيجي هنا تعالى نمسحها ونعملها مرة تانية بالمسافات. هنقول هنا بيساوي، هنقول هنا كونكاتونيت، وهنعلم على اول اسم، بعد كده هنعمل فاصلة منقوطة، بعد كده هنعمل علامتين تنصيص وهناخد ما بينهم مسافة، نقف كده وناخد مسافة ما بينهم، ونيجي نعمل فاصلة منقوطة، بعد كده هبتدي أعلم على الاسم التاني، بعد كده هعمل فاصلة منقوطة ونعمل علامتين تنصيص وناخد ما بينهم مسافة، وأجي أعمل فاصلة منقوطة مرة تانية وابتدي أعلم على الاسم التالت، بعد كده هنعمل فاصلة منقوطة، بعد كده نعمل علامتين تنصيص وما بينهم مسافة، بعد كده فاصلة منقوطة، بعد كده نختار آخر اسم، بعد كده نقفل القوس وندوس انتر، هيطلع لنا الاسم بالكامل اهوت وفي مسافة بين الاسم والتاني. يبقى هو جمع لنا أكتر من خلية في خلية واحدة. ناخد المعادلة ديت وننزل بيها لآخر الجدول هتظهر معانا بالشكل دوت. ده بالنسبة لشيت الإكسل. طيب إزاي نعمل الكلام دوت بقى في اليوزر فورم والتكست بوكس اللي موجود معانا؟ إزاي لما أجي أكتب مثلا هنا أي اسم، نقول هنا محمود، محمود أدي محمود اتكتب أهو، ولو زودت عليه قلت أحمد يبقى يتكتب هنا محمود أحمد، ولو قلت هنا اسم الجد إسماعيل ولو قلت هنا علي هيظهر الاسم بالكامل زي ما انتوا شايفين كده. طيب عملنا الكلام ده ازاي؟ تعالى نروح نشوفه عملناه ازاي. طيب هنيجي نخش هنا على قائمة ديفلوبر وهنخش على الفيجوال بيزك وهنبتدي نستدعي اليوزر فورم بتاعنا بالشكل ده. ده النموذج اللي هنشتغل عليه. عندي هنا اسم الطالب واسم الوالد واسم الجد ولقب العائلة، وعندي هنا الاسم بالكامل. كل اسم من دول
موجود ليه تكست بوكس، يعني هنا اسم الطالب في تكست بوكس 1، وهنا تكست بوكس 2، وهنا تكست بوكس 3، وهنا تكست بوكس 4، والاسم بالكامل في تكست بوكس 5. طيب ازاي بقى نجمع الاسماء اللي انا هكتبها هنا كلها في التكست بوكس دوت؟ طب هنعمل ايه؟ هاجي هنا على اول تكست بوكس، انا عايز النتيجه تتحط فين في الاخر؟ في تكست بوكس 5. طيب هنيجي هنا على تكست بوكس 1، هندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت في الحدث تشينج. هنعمل كود سهل جدا وبسيط. اول حاجه هنعملها هنعمل متغير، هنقول هنا ديم، ونسمي المتغير ده اي اسم. انا هسميه مثلا all name، وهيبقى نوعه as string، وندوس انتر، وابتدي اعرف له ال all name ديت عبارة عن ايه. يبقى هنقول هنا ال all name هيساوي ايه؟ انا عندي اول حاجة text box 1، يبقى هقول له بتساوي text box 1 دوت تكست، اند اخد مسافة واعمل اند، علامة الاند ديت اند ايه؟ هاخد بقى ايه، هنعمل علامتين تنصيص ما بينهم مسافة، بعد كده هعمل اند. يبقى احنا كده ايه، كتبنا الاسم الاولاني وخدنا مسافة من بعد منه. بعد كده هحط بقى الاسم التاني، الاسم التاني موجود فين؟ في تكست بوكس 2. يبقى هنقول هنا تكست بوكس 2 دوت تكست، بعد كده هقول اند، ونعمل علامتين تنصيص ما بينهم مسافة بالشكل دوت، بعد كده هقول له اند، هنقول هنا تكست بوكس 3 دوت تكست، بعد كده هنقول اند، نعمل علامتين تنصيص ما بينهم مسافة، بعد كده هنقول اند. اخر حاجة معانا هيبقى تكست بوكس 4 دوت تكست، وادوس انتر. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنقول هنا انا عايز النتيجة تتحط في تكست بوكس 5، يبقى نقول هنا تكست بوكس 5 دوت تكست هيساوي ايه المتغير بتاعنا اللي احنا عملناه اللي هو all name، وندوس انتر. هو ده الكود، كود سهل جدا وبسيط. طيب لو رحنا جربنا كده، لو جيت كتبت هنا اول اسم، كتبت هنا قلت مثلا احمد، كتب لي احمد اهوت في تكست بوكس 5. طب لو جيت كتبت هنا الاسم التاني اي اسم، ما اتكتبش. طيب ما اتكتبش ليه؟ عشان لازم ناخد الكود دوت، هنيجي نخش كده هنا على التكست بوكس ده، هناخد الكود كله كده كوبي، ونروح نحطه في تكست بوكس 2، هنعمل بيست الكود زي ما هو بالشكل دوت، وبرضو هنروح نخش على تكست بوكس 3، هنعمل بيست للكود، وهنخش على تكست بوكس 4، هنعمل برضو بيست للكود بالشكل ده. طب لو رحنا كده جربنا، قلنا هنا احمد، محمد، محمود، علي، ادي الاسم اتجمع كله في تكست بوكس واحد زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. يبقى احنا كده في حلقه النهارده اتعلمنا مع بعض ازاي نجمع البيانات في اكتر من شيت او في اكتر من تكست بوكس، خليناها في تكست بوكس واحد، وفي نفس الوقت اتعلمنا برضو ازاي نعملها في شيت الاكسل بمعادلة سهلة جدا وبسيطة، وهي معادلة كونكاتينيت. اتمنى تكون حلقة النهاردة استفدتوا منها، ياريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مرة يعمل اشتراك في القناة، وانتظروني في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.